الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. المحاضرة السابعة من تصميم وتحليل التجارب البسيطة. اليوم راح نتكلم على تصميم القطاعات العشوائية الكاملة. نحن بالمحاضرة المحاضرتين السابقتين تكلمنا على تصميم العشوائي الكامل. تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بيختلف عن تصميم العشوائي الكامل، في فرق بيناتهم. طبعا يعتبر هذا التصميم من أوسع التصميمات انتشارا في تجارب الحقل، لا سيما في التجارب البسيطة. كذلك يستخدم في حالة البيوت البلاستيكية. الفرق بين تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وتصميم العشوائي الكامل، في عندنا شيء يتم تجميع الوحدات التجريبية بمجاميع، هاي المجاميع سميناها قطاعات، من هون إجا اسمه بالقطاعات، تسمية القطاعات. شو الفكرة من القطاعات؟ حكينا بالمرة الماضية نحن لما بدنا مثلا نجري تجربة بأرض، هاي الأرض مستحيل تكون كلها على سوية واحدة، يعني ممكن تكون قطعة الأرض جزء منه من الأرض فيها ملوحة، جزء ما بتنروي بشكل كويس، جزء مائل فيه ميلان. فنحن لما بنزرع البذار بهاي نزرع التجربة هون، نحن أكيد البذور ما راح كلها تاخذ نفس الدرجة، نفس التماثل، نفس مستوى الري أو نفس الإضاءة أو كذا. فهذا عدم التماثل هذا بالنسبة للأرض، كيف نحن ممكن نحن نسيطر عليه؟ مثل أي قطعة أرض عندك متر من الأرض، لو بدك تروي مثلا هون في إمكانية، لو رويته أنت المي ما راح تمشي على كل قطعة الأرض المتر مربع هذا. فأنت لو هذا المتر قسمته لأربع أقسام أو خمس أقسام وحاولت تروي كل قسم لحاله، راح الطبيعي كل قسم راح يروي بشكل أفضل من إنك تروي المتر المربع بشكل كامل. هاي الفكرة كمان نفس الفكرة تماما. القطعة التجربة مكان التجربة اللي عندنا نحن بنقسمه لقطاعات، يعني عبارة عن شرائط. مثلا الشريط الواحد، خلينا نقول كمثال، العرض مثلا 3 متر بطول مثلا 20 متر. إذا كانت عندك التجربة كل شريط كل قطاع هو عبارة عن مكرر، فنحن لما قسمنا التجربة الأرض، إذا كان عندنا أرض مثلا العرض تبعها 10 متر والطول تبعها مثلا 20 أو 30 متر، هاي مساحة التجربة اللي عندنا، ونحن قسمناها إلى قطاعات، فهاي القطاعات عبارة عن عملت لنا الوحدات التجريبية داخل القطاعات، راح تكون بشكل متجانس أفضل من إنه نحن نقوم بالتجربة بدون ما نقسم هاي التجربة أو مكان التجربة إلى قطاعات. فالمقصود بالقطاع هو وضع الوحدات التجريبية في قطعة أرض تكون متماثلة، لكي يصبح الاختلاف ما بين المعاملات أو المعاملة والأخرى داخل القطاع عائدا للمعاملات فقط. يعني نحن لو عندنا معاملات سمادية أو معاملات ما بين الأصناف أو معاملات رش مبيدات، فالاختلافات بالإنتاجية بالنسبة للمحصول تكون عائدة نتيجة تأثير المعاملة على النبات اللي نحن نجري عليه عملية الدراسة، ليست مثلا بسبب الأرض أو بسبب أنه صار عندنا ري زيادة أو إضاءة مختلفة. فنحن نحاول نقسم الأرض إلى قطاعات، فعملية التقسيم إلى قطاعات هي تضمن أن تكون قطعة الأرض متماثلة، وأن الاختلافات دائما هي ناتجة عن الاختلافات ما بين المعاملات فقط. لذلك لا بد من احتواء كل قطاع على جميع المعاملات في التجربة، ولذلك يسمي هذا التصميم بتصميم القطاعات العشوائية. هلا شو معنى القطاعات؟ راح نشوفه حاليا طريقة التصميم بالفقرة هاي اللي أمامنا حاليا. طريقة التصميم، نحن عندنا أرض، هاي الأرض هون نحن الأرض هاي مشان نضمن أنها تكون متماثلة قسمناها إلى قطاعات، هاي القطاع الأول، القطاع الثاني، القطاع الثالث، القطاع الرابع. طبعا الفكرة مثل ما ذكرنا بالقطاعات أن تكون المساحة هون تكون عندنا مثلا هون راح تكون على شكل مستطيل، خلينا نقول على العرض مثلا 2 متر والطول 10 متر. أفضل أن تكون عندك قطعة واحدة وطولها مثلا 8 متر ب 20 متر، هون عملية الري راح تكون أفضل. حتى عملية الخدمة كباحث، أنت راح تخدم التجربة بالري أو تسميد أو كذا، حتى عملية المعاملات راح تكون بالنسبة لك راح تكون أفضل وأسهل. إذا نحن هاي أي قطعة أي تجربة بنقسمها إلى قطاعات، كل قطاع من هاي القطاعات يجب أن يملك جميع المعاملات، كل قطاع يتضمن جميع المعاملات الموجودة عندنا بالتجربة. لذلك هذا كل قطاع من هذه القطاعات يعتبر هو تجربة قائمة بذاته،
لو ذكرتوا يا شباب نحن بالتصميم السابق، تصميم التام العشوائية، شو ذكرنا؟ نحن ما كان عندنا في عندنا قطاعات، كان عندنا معاملات، وهي المعاملات بنوزعها على التجربة بشكل كامل. مظبوط هيك الكلام ولا لا؟ صحيح. فكان ما كان هون، لا هون العكس. بالأول الخطوة الأولى بنقسم لقطاعات، مثلا نحن بتجربتنا كم مكرر بدنا؟ 3 مكررات. بنقسم قطعة الأرض اللي راح نشتغل فيها لثلاث أقسام، لثلاث قطاعات. كل قطاع هو عبارة عن جزء تجربة، يعني يعتبر تجربة مستقلة. ليش؟ لأنه هذا القطاع يجب أن يملك جميع المعاملات، يعني ما بيصير عندنا نقص معاملة من هاي المعاملات في كل قطاع. أما بالتصميم تام العشوائية ما كان في عندنا قطاعات، كان عندنا كل المعاملات بنوزعها توزيع عشوائي، بيجوا جنب بعض، بيجوا وحدة قبل الثانية، بيجوا مختلفات عن بعض، ما كان عندنا مشكلة. هون لا، هون بنقسم أول من ال 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 القطعة الأرض إلى قطاعات، وبعدين بنجي على كل معاملة، على المعاملات كلها، كل المعاملات يجب أن تكون كل المعاملات موجودة معنا، ونوزعها توزيع عشوائي ضمن القطاع. إجينا نحن كم معاملة عندنا مثلا بهذه التجربة، بهذا المثال كان عندنا 4 معاملات. إجينا على القطاع الأول، هذا هو القطاع الأول، عندنا 4 معاملات وزعناهم توزيع عشوائي، طلعوا بهذا الترتيب 4 3 2 1 مثلا. رحنا على القطاع الثاني، كمان عندنا نفس المعاملات بس بدنا نكرر المرة الثانية. اجينا على القطاع الثاني، نحن جهزنا، رحنا وزعناهم توزيع عشوائي، الترتيب تبعهم 2 4 1 3. خلصنا من القطاع الثاني، المكرر الثاني يعني نفسه، برجينا على القطاع رقم 3، كمان نفس الفكرة، المعاملات هي نفس المعاملات بس بنرجع بنوزعهم مرة ثالثة عشوائيا. بنوزعهم طلعوا 3 1 4 2. بالقطاع رقم 4، أو إذا كان موجود عندنا بالتجربة مكرر رقم 4، كمان نفس الفكرة، هذا القطاع موجود عندنا المعاملات عددها 4، بنوزعهم توزيع عشوائي. نحن لما عملنا هذا التوزيع شو صار عندنا؟ صار عندنا هون يعني احتمالية إنه شو ما إجت على المعاملة رقم 1 بالقطاع رقم 1، المعاملة رقم 4 شو ما صار فيها، في عندنا معاملة رقم 4 موجودة كمان بالقطاع رقم 2، في معاملة رقم 4 موجودة بالقطاع رقم 3، في معاملة رقم 4 موجودة بالقطاع رقم 4. يعني في حال غياب أي معاملة من هاي المعاملات لأي سبب من الأسباب، بالإحصاء ما في مشكلة، ممكن نحن نحسب هاي القيمة المفقودة أو القيمة الفاقدة بأي قطاع من هاي القطاعات، وبنعوض البيانات تبعيتها، وبنجري عملية التحليل الإحصائي، بيكون عندنا تجربة مستمرة، وما بيصير عندنا أي خلل بالتجربة تبعيتنا. يعني مثلا أنا مشتغل تجربة لسبب من الأسباب، أنا زارع مثلا قمح، زارع شعير، زارع كذا، زارع ذرة. يا أخي أنا زارع ذرة وجيت بالليل، جيت اليوم شفتها كل النباتات الذرة تمام، كلها شايلة العرانيس تبعيتها. رحت رجعت ثاني نهار الصبح، شي شخص يعني ابن حلال دخل على هالأرض لمن وظل ماشي. بتصير ولا ما تصير يا شباب؟ بتصير، يعني وارد هذا الكلام. طب ماشي، طب أنا بعد سنة كاملة من الشغل لأنه شخص إجا وعمل لي هيك في قطعة من القطع هاي، أنا كل شغلي راح على الفاضي؟ طالب دكتوراه أو طالب ماجستير؟ لا، ما في شيء هيك راح على كله راح بلاش. لا، في هون بما أنه أنت راح منك قطاع واحد، بقي عندك 3 قطاعات تانيين إذا عندك 4 مكررات، إذا عندك 3 بقيوا 2، الاثنين الباقيين عن طريق عملية حسابية معينة بنقدر بنعوض نحسب القيمة المفقودة. فهون بالحالة هاي من الناحية الإحصائية بنحل هاي المشكلة، وبتستمر بعملية بالتجربة تبعيتك بدون أي خلل فيها إن شاء الله. واضحة الفكرة يا شباب كيف نحن أجرينا عملية التقسيم للقطاعات هون؟ ايه واضحة دكتور، واضحة ان شاء الله. هلا شو الميزات تبعت هذا التصميم؟ شو بيختلف التصميم هذا عن التصميم السابق؟ التصميم يعتبر في حالة عدم تجانس الوحدات التجريبية، هلا ممكن مجانستها مثل ما ذكرنا، إذا كان الأرض فيها إشكالية، فيها إشكالية تملح، فيها إشكالية بالري، فيها إشكالية أي إشكالية ثانية، ممكن نحن نحلها لما قسمناها إلى قطاعات. فنحن كل ما ذكرنا هاي القطاعات أو قسمناها إلى قطاعات، ضمننا أنه داخل القطاع الواحد تكون نسبة التماثل تكون نسبة كبيرة جدا. هلا الثانية، الميزة الثانية فيه إذا كان عندنا قيم مفقودة مثل ما حكينا عنها، إنه ناتجة عن موت مثلا حيوان، إذا كانت عندك الوحدات التجريبية عبارة عن حيوان عم تشتغل على أبقار أو دجاج أو كذا، أو نباتات مثل ما ذكرنا لك ممكن نبات يموت، أو إنه الإنتاجية بتنفقد يا أخي لسبب من الأسباب،
او انت عم تشتغل بالمخبر عندك بالمعمل، وفي عينه من العينات صابها عفن او صابها تلوث، فانت مضطر انك تتخلص منها، فهون صار عندك فقد لعينه معينه او قطعه تجريبيه. فبالحاله هاي نحن ممكن بهذا التصميم نستطيع ان حساب القيمه المفقوده. تطبيقه سهل جدا هذا التصميم. هون الفرق ما بينه وما بين التصميم السابق والتصميم العشوائي الكامل انه جزء من الخطا يمكن سحبه عن طريق احداث تجانس داخل القطاع. يعني هنيك كان عندنا الخطا التجريبي كبير جدا لانه ما كان عندنا احتماليه وجود تجانس. هون بما انه نحن في عندنا تجانس فالخطا التجريبي راح يقل عنا، والاختلافات اللي راح تنتج عنا هي فقط اختلافات ناتجه عن المعاملات فقط لا غير. لكن يوجد عيوب بهذا التصميم. العيب الأساسي فيه في حال زيادة عدد المعاملات يزداد الاختلاف داخل القطاع. ليش؟ لأنه نحن بما أنه زاد عندنا عدد المعاملات فطبيعي حجم القطاع الواحد راح يزداد، فلو زاد حجم القطاع أو مساحة القطاع يؤدي هذا إلى زيادة مقدار الخطأ، وبهذه الحالة نحن مضطرين أن نستخدم تصاميم أخرى لإجراء هذا التحليل. هلا النموذج الرياضي بالنسبة لهذا التصميم، لو نتذكر التصميم الماضي يا شباب كان النموذج الرياضي على الشكل التالي، لكن هون في صار عندنا في شغلة واحدة هي زيادة. الزيادة عندنا هي هون تأثير القطاع. كان عندنا المتوسط العام، كان عندنا تأثير المعاملة، وكان عندنا الخطأ التجريبي بالتصميم السابق تصميم كامل عشوائي. هلا نحن هون شو صار عندنا؟ صار عندنا في تأثير القطاع أو تأثير المكررات. هلا راح ندخل بعملية حسابه بهذا التصميم. بالتصميم السابق ما كان عندنا أهمية للمكررات أو القطاعات، إنه ما في داعي لعملية الحساب له. بالنسبة لجدول البيانات التجربة كيف ممكن يتمثل؟ نفس الطريقة الماضية، صورة طبق الأصل، لكن في زيادة بمجال واحد فقط. هلا هون من اليسار نبدأ بالمعاملات، بعدها كنا هون بنحط المشاهدات، هلا ما بنحط مشاهدات، بنحط القطاعات. القطاعات هي المكررات، يعني هون القطاع رقم واحد، قطاع رقم اثنين، قطاع رقم ثلاثة، قطاع رقم أربعة، أو نفضل حتى ممكن نستخدم المكرر واحد، مكرر اثنين، مكرر ثلاثة، مكرر أربعة، في حال عندنا مثلا أربع مكررات. هون المشاهدة الموجودة هون معناها واحد واحد. واحد واحد شو معناها واحد واحد؟ معناها أنها المعاملة رقم واحد الموجودة بالمكرر رقم واحد. واحد اثنين معناها المعاملة رقم واحد موجودة بالمكرر رقم اثنين. واحد ثلاثة معناها المعاملة رقم واحد موجودة بالمكرر رقم ثلاثة. واحد أربعة معناها المعاملة رقم واحد الموجودة بالقطاع أو المكرر رقم أربعة. هلا في الاخر تماما عندنا مجاميع المعاملات، ونحن بالتصميم السابق كنا كمان نحسبه هي عباره عن مجموع المشاهدات للمعامله، مثلا معامله رقم واحد، وبالنسبه للمعامله رقم واحد او المعامله رقم اثنين او المعامله رقم ثلاثه، وبنحسب المتوسط هي مجموع المعاملات مجموع القيم يعني المشاهدات على عددها، وبيطلع معانا المتوسط. لكن لدينا الزيادة الموجودة بهذا التصميم هي مجاميع القطاعات بالأسفل موجودة. مجاميع القطاعات هاي شو هي هاي؟ هذا هي الفرق بينها وبين التصميم السابق تصميم كامل عشوائية. هون عندنا المكرر الأول، نحن بنحسب المشاهدات بالنسبة للمكرر الأول. هون هاي المكرر الأول، واضح يا شباب؟ هون القطاع الأول والمكرر الأول. واضح دكتور، واضح. هون نحن بالأسفل مجموع مكررات بالقطاع. تماما، بالنسبه للمكرر الاول بنحسب له المشاهدات تبعيته. طبعا المكرر الاول راح يتضمن عندنا بالنسبه للمعامله الاولى، المعامله الثانيه، الثالثه، الرابعه، والخامسه، يعني لكل المعاملات. كل معامله كانت بالمكرر رقم واحد بنحسبها، بنجمعها جمع بنحطهم بالاسفل. تمام، هاي بالنسبه للاول. بالنسبه للثاني كمان نفس الشيء، المكرر رقم اثنين. المكرر رقم اثنين شو كان عندنا معاملات داخله؟ شو القيم الموجودة؟ بنجمع هاي القيم بنضعها بالأسفل كمان. المكرر رقم ثلاثة نفس الفكرة، المكرر رقم أربعة كمان نفس الفكرة. يعني هون للزيادة بالنسبة لجدول بالنسبة لهذا الجدول، جدول نحن بنجهز فيه البيانات، الزيادة الموجودة عندنا إنه عندنا بالأسفل بشكل أفقي راح نضيف سطر أفقي، في هذا السطر الأفقي راح نجمع عندنا المكررات، المكرر الأول
المكرر الثاني، المكرر الثالث، والمكرر الرابع، راح نجمع المشاهدات جمع عادي وبنضيفها بالآخر مباشرة. في إشكالية يا شباب هون؟ تمام دكتور، تمام. جدول الأنوفا، هلا جدول الأنوفا كمان فيه زيادة عن التصميم السابق، تصميم تام العشوائية. شو الزيادة اللي عندنا هون؟ بالتصميم تام العشوائية شو كان عندنا مصادر التباين يا شباب؟ أستاذ محمد، الشباب الموجودين، مين من الشباب الموجودين معنا؟ أستاذ أحمد، أستاذ بلال. كان عندنا المعاملات والمكررات. كان لا، ما كان عندنا مكررات، كان عندنا المعاملات وكان عندنا الاكسبرمنت ايرور، الخطأ التجريبي، هذول كانوا خطأ بس فقط. تجريبي. تمام، هذول اللي كانوا عندنا، المعاملات والخطأ التجريبي. ما كان عندنا بالتصميم السابق، ما كان عندنا أهمية للمكررات أو للقطاعات، ما كان في أهمية إلها، لذلك ما كانت موجودة. التصميم هذا شو كان عندنا؟ شو راح نضيف؟ مصادر الاختلاف أو مصادر التباين هي راح نضيف المكررات أو القطاعات. إذا صار عندنا القطاعات، المعاملات، والخطأ التجريبي. القطاعات، المعاملات، والخطأ التجريبي، هاي هي مصادر التباين الموجودة عندنا بهذا التصميم. إذا هون في عندنا زيادة فقط بالقطاعات أو المكررات. بعده شو اللي عندنا؟ عندنا درجات الحرية، نفس الفكرة، دائما العدد ناقص واحد. مثلا هون المكررات كم وحدة؟ R ناقص واحد. ايش قد عندنا المكررات؟ 3، 3 ناقص واحد، 4، 4 ناقص واحد. بالنسبة للتريتمنتس دائما المعاملات، عدد المعاملات بنقص منه واحد. بالنسبة للاكسبيرمنت، الخطأ التجريبي، عملية حسابه هون مختلفة عن الطريقة الماضية. هون تي ناقص واحد في ار ناقص واحد. يعني تمام؟ عدد القطاعات ضرب عدد المعاملات أو عدد القطاع، ايوه تماما، هون التفريق. تماما عدد المعاملات ناقص واحد ضرب عدد القطاعات ناقص واحد. هلا بالتصميم السابق استاذ محمد، بتذكر شلون كنا نحسبه هون بالاكسبيرمنت ايرور؟ كنا نطرح المعاملات من الكلية. لا، ما اذا قلنا في حال كان متساوي، ما فيه اختلاف، ما في داعي للطرح، في كان له طريقه نحسب ونقول تي في ار ناقص واحد، صح ولا لا؟ المعاملات ضرب المكررات ناقص واحد. تمام المعاملات كنا نحسبه على الشكل التالي، المعاملات بنضربها في المكررات ناقص واحد. هون لا، هون المعاملات ناقص واحد في المكررات ناقص واحد. يعني نحن هلا شو بدنا؟ بس نركز على الاختلافات الموجودة بين التصميمين، بس عرفنا الاختلافات الأمر روتيني راح يمشي بشكل بسيط جدا، يعني بشكل اوتوماتيكي كله نفس الفكرة. هلا بدنا نركز على الاختلاف، الاختلاف هون عندنا مصادر التباين، في عندنا المكررات أو القطاعات الزيادة في جدول الأنوفا، هاي واحد. اثنين، في عند درجات الحرية بالنسبة للخطأ التجريبي بالتصميم السابق كانت تي المعاملات في عدد المكررات ناقص واحد. هون لا، المعاملات ناقص واحد في المكررات ناقص واحد. وصلت الفكرة يا شباب؟ تمام إن شاء الله. الكلي هو تي في ار ناقص واحد، يعني عدد القطاعات الكلية بنقص منه واحد، عدد المعاملات الكلية بنقص منه واحد، القطاع التجريبي الكلي بنقص منه واحد، تي في ار ناقص واحد. طبعا اللي جنبه هون راح نحسب السم سكوير، مجموع مربعات الانحرافات، لكل وحده منهم نحسبه لحال، للمكررات لحال، للمعاملات لحال، وللخطا التجريبي لحال. بعدها راح نحسب المين سكوير، والمين سكوير قلنا هو عباره عن السم سكوير تقسيم درجات الحريه، مجموع مربعات الانحرافات على درجات الحريه، وبالنسبه لي نحسبه للمكررات، ومره نحسبه للمعاملات، وكمان نحسبه للخطا التجريبي. بعدها بنحسب هون صار عندنا في عندنا قيمتين لإف. بالتصميم السابق كان عندنا قيمة واحدة هي إف المحسوبة للمعاملات، هون صار عندنا إف المحسوبة بالنسبة للمكررات أو القطاعات، وإف المحسوبة بالنسبة للمعاملات. لكن نحن كباحثين ما بيهمنا وجود اختلافات ما بين المكررات أو القطاعات، أبدا ما بيهمنا هذا الموضوع نهائي. يعني إذا كان في اختلاف معنوي أو لا يوجد اختلاف معنوي أو فرق معنوي، هذا الأمر ما بيهمنا. نحن بيهمنا دائما المعاملات، هل يوجد فروقات معنوية ما بين المعاملات ولا لا؟ لذلك دائما بنركز على المعاملات، بنطلع على اف المحسوبة تبعية المعاملات، مع بنقارنها مع اف الجدولية، بنشوف
هل توجد فروق معنوية ما بين المعاملات ولا ما في فروق معنوية؟ في سؤال يا شباب هون لهاللحظة هاي. برجع باكد عليها مره ثانيه، لانه معانا دقيقتين هلا بيفصل الزوم، بعدين نرجع مباشره على المثال مباشره. برجع عليها مره ثانيه هلا، شو الفرق ما بين التصميم الماضي والتصميم هذا الموجود امامنا؟ تصميم التام العشوائيه وهو التصميم الماضي، كان عندنا مصادر التباين هي فقط المعاملات والخطا التجريبي. هون كان عندنا المعاملات والخطا التجريبي فقط لا غير. التصميم السابق تام العشوائية، تصميم القطاعات كاملة العشوائية يوجد عندنا ثلاث مصادر للتباين: القطاعات، المعاملات، والخطأ التجريبي. القطاعات أو المكررات، والمعاملات، والخطأ التجريبي. بالنسبة لحساب درجات الحرية بالنسبة للقطاعات هي العدد ناقص واحد، ما في مشكلة بيها. طبعا كلمة قطاعات أو مكررات الكلمة واحدة، يعني إذا استخدمت أنت المكررات صحيح، وإذا استخدمت قطاعات صحيح. إذا هي عدد المكررات ناقص واحد، درجات الحرية تبعها. للمعاملات كمان عدد المعاملات بالنقص منها واحد. طب للخطأ التجريبي كيف بدنا نحسب درجات الحرية تبعيته؟ المعاملات ناقص واحد ضرب المكررات ناقص واحد. بالتصميم السابق بنقول المعاملات ضرب المكررات ناقص واحد. إذا الفرق بيناتهم إنه هون طرحنا من المعاملات واحد وضربناه بالمكررات ناقص واحد، هنيك المعاملات خلينا الرقم مثل ما هو ضربناه بالمكررات ناقص واحد. جنبه مباشرة في عندنا السام سكوير أو مجموع المربعات، بنحسبه لكل مصدر من مصادر التباين، بنحسبه للمكررات وبنحسبه للمعاملات وبنحسبه للخطأ التجريبي، بعدين بنحسب المين سكوير أو متوسط المربعات، كمان بنحسب لكل مصدر من مصادر التباين، للمعاملة للقطاعات أو المكررات، وللمعاملات وللخطأ التجريبي. بعدها بنحسب إف المحسوبة، أو قلنا هون في هذا التصميم لدينا اثنين قيمتين لإف، إف المحسوبة للمكررات وإف المحسوبة للمعاملات. لكن نحن بهمنا دائما، يعني ما بهمنا بالنسبة للمكررات في فرق معنوي ولا لا، بهمنا دائما المعاملات. بننظر لقيمة إف المحسوبة بالنسبة للمعاملات وبنقارنها مع إف الجدولية. هذا بالنسبة لجدول تحليل التباين بالنسبة لهذا التصميم، تصميم القطاعات كاملة العشوائية. هلا مباشرة نحن الزوم راح يفصل يا شباب، مباشرة راح ندخل على المثال. نحن عندنا مثال، وعلى أساس المثال راح نبدأ إجراء هذا التحليل مع بعضنا ونحل هذا التحليل حسب تصميم القطاعات كاملة العشوائية. هلا نحن في هذا المثال عندنا تجربة لدراسة تأثير التسميد بالنيتروجين على محصول أحد أصناف الخيار. استعمل لذلك 5 مستويات من النيتروجين لدينا. إحنا اليوم راح نتكلم على تصميم قطاعات العشوائية الكامل. الفرق بينه وبين التصميم التام العشوائي، التصميم السابق، أن التصميم العشوائي السابق التام العشوائية كان فيه يقبل أنه احتمالية أن عدد المكررات يكون متساوي أو غير متساوي، الاحتمالين واردات. بالتصميم هذا، تصميم قطاعات العشوائية الكاملة، لا يقبل، يجب أن يكون عدد المكرر عدد المعاملات تكون عدد المعاملات متساوي. هناك كان عدد المعاملات أنه والله مرة متساوي مو متساوي ما عنده مشكلة، هون لا، يجب أن يكون عدد المعاملات متساوية، عدد المكررات متساوية لكل معاملة بهذا التصميم. هذا التصميم بيستخدم بكثرة رهيبة جدا، أو هو التصميم الرئيسي بالنسبة للتجارب الحقلية. تفضل. في سؤال يا شباب؟ تمام. هذا التصميم يعتبر التصميم الرئيسي بالنسبة للتجارب الحقلية. التجارب الحقلية تعتمد بنسبة عالية جدا على تصميم القطاعات العشوائية الكامل. ذكرنا ببداية المحاضرة الشباب اللي ما حضروا معنا، بنرجع بنذكر على السريع ليش هذا التصميم بيستخدم بكثرة، لأنه هذا التصميم نحن باستخدام هذا التصميم نستطيع أن نتغلب على مشاكل عدم تماثل قطعة الأرض. إذا عندنا أرض مو متماثلة، فيها هون أرض عندنا فيها
ارض بشكل غير متجانسه، في طرف فيه ملوحه، طرف ما بيروي بشكل كويس، طرف الاضاءه الشمس يعني فيه ارتفاع وانخفاض، الاضاءه ليست جيده. فهون لما نقسم الارض او نقسم التجربه الى قطاعات، فنحن هون بالحاله هاي حصرنا القطع المتماثله او حصرنا هذا الاختلاف بقطاعات، وبالتالي ضمننا انه الوحدات التجريبيه يتم توزيعها بقطعه من الارض تكون متماثله بشكل عالي جدا. وبالتالي فان الاختلافات اللي تحصل عنا ما بين المعاملات او الاختلافات هي اختلافات عائده فقط الى المعاملات، ليست اختلافات بسبب الارض او اختلافات بسبب الري او اختلافات انه قطعه الارض هون مثلا انا زرعت الذره هون، والله هاي الارض القطعه اللي زرعتها فيها كانت هاي فيها ملوحه وهاي ما فيها ملوحه، هون الملوحه اثرت. وانا ما بدي ادرس اصلا تاثير الملوحه، انا بدي ادرس مثلا تاثير نوع من انواع السماد، او بدي ادرس تاثير مثلا مبيد معين، او تاثير اي شيء معين على النبات اللي انا بدرس عليه او اشتغل عليه حسب نوع التجربه تبعيتي. اذا هذا التصميم يستخدم بشكل رهيب جدا بالنسبه للتجارب الحقليه. الفكره من التصميم هاي قطعه ارض، نحن بالاول قسمناها الى قطاعات، القطاع الاول هذا هو اجينا اخذنا كل المعاملات، يجب ان يمتلك كل قطاع، نوزع كل المعاملات بالقطاع، كل قطاع يجب ان يمتلك كل المعاملات، مستحيل ان تنقص معامله من المعاملات ضمن القطاع. طبعا القطاع هو نفسه كلمه مكرر، هو نفسه قطاع. بالمكرر الثاني كمان وزعنا المعاملات كلها، بالمكرر الثالث وزعنا المعاملات كلها، بالمكرر الرابع وزعنا كل المعاملات. هلا نحن مباشره راح ننتقل للتجربه. هي عندنا تجربه. التجربه انا اعطيتك التجربه هاي، التجربه عباره عن تاثير تسميد النيتروجين على محصول مثلا الخيار، صنف من اصناف الخيار، عندنا 5 مستويات من النيتروجين، نحن ما بدنا نقول شو المستويات، 50 100 كذا ما في، المهم 5 مستويات. هلا النتائج كانت على الشكل التالي. نحن شو شلون بدنا ننظم هذا الجدول؟ نفس فكره الجدول السابق بالنسبه للتصميم السابق، لكن من الاسفل في عندنا شيء اسمه مجاميع المكررات او مجاميع القطاعات، بالتصميم السابق ما كان موجود عندنا، هون بهذا التصميم راح يكون موجود معنا هذا السطر باسم مجاميع القطاعات او المكررات. شو معنى واحد واحد يا شباب؟ هون واحد واحد معناه انه المعامله رقم واحد الموجوده بالمكرر رقم واحد، بسيطه جدا. هون شو معنى واحد اثنين؟ معامله اولى ومكرر اثنين. المعامله رقم واحد الموجوده بالمكرر رقم اثنين، واحد ثلاث المعامله رقم واحد الموجوده بالمكرر رقم ثلاث، بالاخير جمعنا مجموع القيم الناتجه عن المعامله رقم واحد، جمع عادي 154. المعامله رقم اثنين كمان نزلناها هون وجمعناها، جمع عادي 173. المعامله رقم ثلاث، المعامله رقم اربعه، والمعامله رقم خمسه. هذا بالنسبه للعمود، هذا العمود هو عباره عن مجاميع المعاملات للمعاملات، عائد لما للمعاملات. بالاسفل عائد للمكررات او القطاعات، يعني هون مجموع 318 هو عبارة عن مجموع المعاملات، مجموع قيم المعاملات الموجودة بالمكرر رقم واحد. يعني المكرر واحد ونحن وزعنا داخله في معاملات بالمكرر رقم واحد، هاي المعاملات لو نحن جمعناها جمع عادي، جمعنا قيمها جمع عادي، هذا الجمع هو عبارة عن 318. تمام؟ تمام. بالنسبه للمعامله، بالنسبه للمكرر رقم اثنين او القطاع رقم اثنين، كمان بنجمع جميع القيم الموجوده بالقطاع رقم اثنين ونكتب هاي القيمه، جمعناها طلعت معنا 293. بالنسبه للقطاع رقم ثلاث او المكرر رقم ثلاث كمان نفس الشيء. نحن ذكرنا من المره الماضيه نحن كيف راح نطلع متوسط المعاملات، هي عباره عن مجموع القيم على عددها، هاي القيم من كم قراءه جايه؟ من ثلاثه. 154 تقسيم ثلاث بيطلع معنا 51. تمام؟ هذا بالنسبة للبيانات. أنا مثلا بتجيك التجربة على الشكل التالي، بعطيك هاي الأرقام كلها، هاي الأرقام جاهزة اللي مأشر عليها هلأ باللون هذا، راح تكون جاهزة. المطلوب منك أنت فقط لا غير بتجي تحسب هذا العمود وبتأخذ المتوسط، ومن الأسفل بتحسب هذا السطر، هذا هون بتسميه مجاميع المعاملات وهون مجاميع القطاعات. إذا عملت أول خطوة هاي، باقي ما تبقى الخطوات هي روتينيه راح تكون معك. هلا نفترض نحن موجود معنا كل شيء جاهز ونبدا بعمليه اجراء عمليه التحليل بالنسبه لهذا، بالنسبه لهذه التجربه.
اول خطوه شو ذكرنا يا شباب سابقا؟ نفس الخطوات، ما في شيء زياده، ما في شيء ناقص. الزياده راح نحسب مجموع مربعات الانحرافات للقطاعات، المره الماضيه ما كنا نحسبه، اليوم راح نحسبه فقط لا غير. كنا نحسب بالاول شو؟ معامل التصحيح، مضبوط ولا لا؟ نعم. معامل التصحيح، شو هو معامل التصحيح يا شباب؟ شلون بنحسب؟ مجموع مربع الارقام على عدد القطع. اذا مجموع الارقام للتربيع على عدد القطع فقط لا غير. مجموع الارقام الموجوده بالتجربه، مجموع القيم الموجوده بالتجربه للتربيع على عدد القطاعات. طب عدد القطاعات شلون طلعوا يا دكتور؟ عدد المعاملات ضرب عدد التكرارات فقط لا غير. 3 ضرب 5 15. اجينا حسبنا هاي بالاله الحاسبه طلع معانا الرقم 5053640.6. هذا اسمه معامل تصحيح. هاي الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين، مجموع مربعات الانحرافات الكلية. مجموع مربعات الانحرافات الكلية، كيف يا شباب نحسبوا مجموع مربعات الانحرافات الكلية؟ نربع القيم كلياتها دكتور وننقصها من معامل التصحيح. كل قيمة من القيم بنربعها، كل قيمة من هاي القيم مثلا 55 للتربيع، 52 للتربيع، 47 للتربيع. إذا كل قيمة من هاي القيم بنربعها، وبعد ما ربعنا هاي القيم بنجمعها ونطرحها من شو؟ معامل التصحيح. من معامل التصحيح. إذا كل قيمة من القيم الموجودة عندنا ربعناها وطرحناها من معامل التصحيح. بطلع معانا الجواب 11، هون طلع معانا 1134.4. هاي سميناها مجموع مربعات الانحرافات الكلية. في إشكالية يا شباب؟ هي تقريبا تكرار للمحاضرة الماضية، وراح نضيف الجديد للمحاضرة الجديدة هاي فقط لا غير. الخطوة الأولى والثانية نفس المحاضرة السابقة. في إشكالية يا شباب؟ تمام، إذا ما في إشكالية. هون الخطوة جديدة، الخطوة جديدة راح نحسب مجموع مربعات الانحرافات بين القطاعات أو ما بين المكررات. بالمحاضرة بالتصميم تام العشوائية ما كان عندنا أساسا موجود قطاعات أو مكررات، فما كنا نحسبه. هون شلون نحسبه؟ أمر بسيط جدا. نحن ذكرنا أنه راح نحط بالأسفل في سطر، هون هذا هو سطر بالأسفل، ونجمع المكررات. هذا المجموع هذا هو اللي راح نربعه، الربع هاي القيمة زائد هاي القيمة زائد هاي القيمة، وكل قيمة بنربعها ونجمعها مع القيمة اللي جنبها وبنقسم. هاي القيمة يا شباب من كم رقم جاي؟ هاي القيمة هاي خمسة. من خمسة. من خمسة، ممتاز جدا. إذا هاي القيمة بنقسمها على خمسة، والقيمة هاي من كم قيمة، وهذا الرقم من كم قيمة جاي؟ خمسة كذا. من خمسة، واللي جنبه كمان من خمسة. إذا كل قيمة من هاي القيم بنربعها وبنجمعها مع القيمة اللي جنبها، بنربعها ونجمعها مع اللي جنبها، وبنقسم الكل على خمسة اللي هي عدد المعاملات، لأنه كل قيمة من هاي القيم مثلا 318 293 286، كل قيمة من هاي القيم هي بالأساس جاية من خمس أرقام، صح ولا لا؟ نعم. لذلك نحن فقط قسمناها على خمسة. طب هذا الرقم بعد ما هذا الجزء بعد ما جهزناه بنطرحه من معامل التصحيح. الناتج اللي عندنا بيطلع عندنا ما يسمى بمجموع مربعات الانحرافات ما بين المكررات أو ما بين القطاعات اللي هو رمزه SSR. بعدها مجموع مربعات الانحرافات ما بين المعاملات، هذا كنا بالمحاضرة الماضية نحن اشتغلنا عليه. شلون نحن نحسبه يا شباب؟ القيمة هاي منين جاي ال 154؟ مين بي مجموع مربع المعاملات على العدد. إذا مجموع قيم المعاملة، أي معاملة؟ 154 المعاملة رقم واحد، 173 المعاملة رقم اثنين. إذا مجموع قيم كل معاملة، كل معاملة مجموع قيمها، نرجع لهون. المعاملة رقم واحد، هاي المعاملة رقم واحد، ها هاي مجموع قيمها، ايش قد مجموع قيمها؟ 154. 154. المعاملة رقم اثنين 173. طب نحن هذا بعد ما كل قيمة من هذه القيم بدنا نربعها ونجمعها مع جنبها، بنربعها وبنجمعها مع جنبها، بنربعها ونجمعها، بنقسمها على ايش قد يا شباب؟ ثلاثة، عدد القطاعات. إذا بنقسمها على ثلاثة. السبب أن كل قيمة هي جاية من كم رقم؟ ثلاثة. من ثلاث أرقام. إذا نحن كل قيمة من هاي القيم ربعناها وقسمناها على عدد القيم اللي هي بالأساس جاءت منها. إذا 154 هي أساسا جاءت من ثلاث أرقام، من 47 و52 و55.
ال 173 كمان جت من 50 و54 و69 ونحن ماشيين على هذا الموال. في شيء يا شباب؟ في سؤال؟ تفضل اذا في استفسار. هذا هي بالنسبه لمجموع مربعات الانحرافات مثل ما ذكرنا، 154 للتربيع، 173 للتربيع، 191 للتربيع، 214 للتربيع، 165 للتربيع، والكل قسمناها على ثلاث لانه كل قيمه من هذه القيم هي بالاساس جاءت من ثلاث ارقام. بعد ما جهزنا القسم الاول او الحد الاول من العمليه بنطرحه من معامل التصحيح اللي هو 53640.6، بيطلع معانا 741.73. مجموع مربعات الانحرافات الخطأ التجريبي، مين بيتذكر يا شباب بالتصميم الماضي شلون كنا نحسبه هذا؟ الكلية ناقص المعاملات دكتور. الكلية ناقص المعاملات، لكن حاليا في عندنا شيء زيادة غير المعاملات استاذ احمد. صح، قطاعات. في عندنا القطاعات. صحيح صحيح استاذ محمد، القطاعات. اذا الكلية ناقص القطاعات زائد المعاملات. واضحة يا شباب؟ واضحة إن شاء الله. في سؤال، في استفسار؟ لأنه إذا ما في استفسار نحن ترى خلصنا يعني الموضوع، هذا هو انتهى كل الموضوع. في استفسار، في سؤال؟ راح ننتقل على جدول الأنوفا مباشرة يعني. أنه بننتقل على جدول الأنوفا مشان نحاول نستفيد الوقت كمان. هاي جدول الأنوفا، نحن فقط الأرقام اللي حسبناها راح نفرقها بهذا الجدول، وبنجري عمليات الحسابية اللي ذكرناها بجدول أنوفا، هي عبارة عن تقسيم رقم على رقم وانتهى الموضوع. بالنسبة لجدول أنوفا أستاذ أحمد والشباب الموجودين، ذكرنا أنه جدول أنوفا بهذا التصميم مختلف عن التصميم الماضي، فيه مصدر من مصادر التباين الزيادة. شو هو؟ القطاعات. هذا هو مظبوط ولا لا؟ إذا نعم. مصدر، إذا هون حطينا جدول أنوفا، كتبنا مصادر التباين الأول، كتبنا كلمة مكررات أو قطاعات، الاثنين بيصيروا ما في أي مشكلة فيها، بعد المعاملات، بعده الاكسبيرمنتال ايرور أو الخطأ التجريبي، والتوتال درجات الحرية. هلا نحن بالتجربة تبعيتنا كم مكرر كان عندنا أو كم قطاع كان عندنا يا شباب؟ ثلاثة. 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 درجات الحرية شو شغل لازم تطلع عندنا؟ اثنين. اثنين ناقص واحد. اثنين ممتاز. ثلاث ناقص واحد اثنين. اللي بعده الشباب كملوا يا شباب. المعاملات خمسة ناقص واحد أربعة. خمسة معاملات. خمسة ناقص واحد أربعة. الخطأ التجريبي قلنا هو بيختلف، هو فقط يختلف طريقة حساب درجات الحرية. اثنين. أيوة، بيختلف طريقة حسابه عن تصميم تام العشوائية. في التصميم تام العشوائية كنا نقول المعاملات ضرب المكررات ناقص واحد، أما هون شو بنقول؟ المعاملات ضرب المكررات. ضرب المكررات ناقص. ضرب المكررات. ضرب المكررات ناقص واحد، تماما. اثنين ضرب أربعة. بس اثنين ضرب أربعة بيصير معانا ثمانية. التوتال من درجات الحرية دكتور، إذا ضربنا درجات الحرية ببعض بيطلع معنا الناتج. تماما، بيطلع معنا مضبوط 100 100 أستاذ أحمد. يعني هو الأول المكررات نقصنا منها واحد، والمقطعات نقصنا منها واحد، المعاملات كمان نفس الشيء، نتيجة واحدة يعني. تمام. بالنسبة لجنبها هي مجموع مربعات الانحرافات، طبعا هذا بيكون نحن حسبناه أساسا، فقط بنعوض هون. مضبوط ولا لا يا شباب؟ أي نعم. بالنسبة لمجموع مربعات الانحرافات بالنسبة للقطاعات، شغل طالع معنا 113.2، بنتأكد منه، بنشوف هذا الرقم صحيح ولا لا، يكون ما في خطأ. هذا هو الرقم 113.3 مزبوط. بعدين عندنا مجموع مربعات الانحرافات ما بين المعاملات 741.73، بنتأكد منه كمان هذا هو 741.73. بعدين عندنا مجموع مربعات الانحرافات للخطأ التجريبي 279.64، كمان هاي هو. وعندنا مجموع مربعات الانحرافات للتوتال اللي هو 1134، يعني فقط عملية إفراق للمرحلة الأولى هون فقط بننزلها بهذا الجدول. طبعا بالامتحان هاي المعادلات ما في داعي تكون مكتوبة أبدا عندك، فقط الرقم بس. أنا دائما حاليا بخليها مكتوبة فقط مشان نتذكر كيف نحن حسبناها فقط لا غير يعني. هلا نحن جينا حسبنا، وصلنا لهذا العمود الأول والعمود الثاني. اعتبر انه هذول كانوا جاهزين معك بالامتحان. مطلوب منك تحسب المين سكوير. مين يا شباب منكم بيحسب لنا المين سكوير؟ الله يكرمكم.
113.3 تقسيم 2. 113.3 تقسيم 2 بيطلع معانا 56.6. طبعا الاثنين استاذ محمد منين اجت الاثنين؟ درجات الحرية. درجة الحرية المقابلة لهي لهذا لهذا الاختلاف او مصدر التباين هذا، صحيح. اللي بعده 741 تقسيم 4. تقسيم 4 كمان درجات الحرية ل4. اللي بعده 279 تقسيم 8 يساوي 34.93. تمام، نحن حالي ممتاز جدا يا شباب. نحن حاليا حسبنا السام سكوير مجموع مربعات انحرافات، حسبنا المين سكوير متوسط مجموع مربعات انحرافات، بقي عندنا الخطوة الأخيرة وبيكون انتهى عندنا جدول تحليل التباين. الخطوة الأخيرة وهي الخطوة الأهم المهمة اللي نحن عملنا، أيوه، بدنا نحسب اف المحسوبة. اف المحسوبة، هلا بنحسب اف المحسوبة بالنسبة للتصميم السابق كان عندنا بنحسب اف وحدة للمعاملة، يعني ما في عندنا مصدر مصادر التباين غير المعاملة. هلا نحن هون عندنا اثنين اف، وحدة للمكررات والثانية للمعاملات. تمام يا شباب؟ اثنين اف محسوبة. طب شلون هاي يا دكتور؟ دائما بنقسم المين سكوير تبعية مصدر التباين على مين سكوير الخطأ التجريبي. متوسط مجموع مربعات انحرافات المصدر التباين اللي بدك تحسب له اف المحسوبة على متوسط مجموع مربعات انحرافات المعامل مصدر التباين على الخطأ التجريبي. يعني هون شو عندنا مثلا؟ هون بالنسبة للمكررات ايش قد هون طلع معنا متوسط مجموع مربعات انحرافات 56.6. الخطأ التجريبي ايش قد القيمة تبعيته يا شباب؟ الخطأ التجريبي 34.93. ممتاز، قسمنا 56.6 على 34.93 بيطلع معنا 1.62. هاي قيمة اف المحسوبة بالنسبة للقطاعات او المكررات. بالنسبة للمعاملات كمان كيف حسبنا يا شباب؟ الدكتور 185.4 تمام على 34.93. ممتاز، جواب بيطلع معنا جواب 5.31. هاي حسبنا اف المحسوبة اف الجدولية، اف المحسوبة حسبناها للمكررات واف المحسوبة حسبناها للمعاملات. طب يا دكتور انت دائما بتعطينا هاي اف الجدوليه جاهزه، بدنا نعرف شلون انت عم تطالعها، شلون بدك تحسبها؟ بلكي طلع معنا جدول، يا الله يكرمنا ان شاء الله هيك بنخلص الماجستير والدكتوراه، بدنا كمان نعرف. الامر بسيط جدا وهلا مع بعض راح نشوفه. مثلا بدنا نحسب، بدنا نشوف يا شباب قيمه اف الجدوليه للمعاملات مشان نقارنها مع اف المحسوبه. هلا ايش قد طلعت معنا اف المحسوبه؟ 1.62، صح ولا لا؟ نعم. تمام، هلا بدي اشوف انا اف الجدوليه تبعيتها مشان بعرف انه هل يوجد فرق معنوي ولا لا، مزبوط ولا لا. انا طالع لك اياه، انا كاتب لك اياه هون 4.46، بس انا بدي اياك انت لحالك تعرف تطالعه. شلون بدك تطالعه؟ تيجي هون، هون شايف درجات الحريه تبعيته ايش قد درجات الحريه؟ 2، صح ولا لا؟ نعم. ودرجات حريه الخطا التجريبي ايش قد قيمتها؟ 8. 8، اذا 2 و8، بحفظ الرقمين هذول 2 و8. في عني جدول اسمه جدول اف المحسوبه، انا حاطه هون ماخذ صوره عنه، ماخذ صوره عنه، دائما هذا موجود على النت، موجود بكل مكان، اسمه قيم اف الجدوليه، اسمه قيم اف الجدوليه. ايش قد قلنا درجات الحريه يا شباب؟ 2 و8، صح ولا لا؟ نعم. 2 و8، شوف يا شباب، من الاعلى هي درجات حريه المصدر التباين من الاعلى، ومن العمودي هذا الافقي، والعمودي هو درجات حريه الخطا التجريبي. تمام، اذا بنجي عند الاثنين وعند الثمانيه نقطه التقاطع، هاي القيمه تبعيتها هي قيمه اف الجدوليه. ايش قد هون القيمه يا شباب؟ شايفينها ولا لا؟ ما بعرف اذا واضحه عندكم ولا لا. 4.26. 4.46. الصوره مي واضحه زياده. 4.46 واضحه يا شباب؟ تمام. إذا هذا من هون نطالعها، إذا قيمة اف الجدولية 4.46، لو رجعنا وكتبنا 4.46، يمكن أنا كاتبها أصلاً. هون 4.46، إذا هذه 4.46، تمام، وقيمة اف المحسوبة 1.72، 62، تمام يا شباب، أنا وصلت للنتيجة حالياً، بدي واحد منكم بيشرح لي النتيجة، لأنه أنت كطالب ماجستير أو الدكتوراه الابحاث اللي راح تطلع عليها وتنطلب منك مشان تكتب الرساله تبعيتك او تكتب بحث فقط انك تفهم هاي الارقام. يا شباب بدي التعليق على هاي الارقام الرقمين هذول.
1.62 اف المحسوبه واف الجدوليه 4.46، شو بنحكي عنها؟ شو بدنا نقول هون؟ اف المحسوبه دكتور اصغر من اف الجدوليه، ممتاز. ففرضيه العدم موجوده. اذا اف المحسوبه اقل من اف، اصغر من اف الجدوليه، اذا هذا بيرجعنا على فرضيه العدم، انه لا يوجد فروقات معنويه ما بين المكررات. هون لمين هذا طلعنا نحن؟ للمكررات، صح ولا لا يا شباب؟ نعم. اذا هذا يعني انه لا يوجد فرق معنوي ما بين المكررات. طبعا المكررات ما بيهمنا المكررات نحن. بنروح على البعده انا مطالع القيمه تبعيته، الاف تبعيته، كمان ممكن نحن كمان مع بعض بنطالع قيمه اف الجدوليه من الجدول، ايش قد هون درجات الحريه؟ 4 و 8. عند الأربعة وعند الثمانية يا شباب، بنروح على الجدول، جدول الإف المحسوبة، عند الأربعة، هاي الأربعة وهاي الثمانية، عند الأربعة وعند الثمانية، إيش قد القيمة طلعت يا شباب؟ حدا شايفها؟ ممكن يقرأ لنا إياها؟ طلعت 3.84 دكتور. 3.84، إذا 3.84. بنروح لعند الجدول، بنكتب 3.84، هذه هي 3.84. اف الجدوليه 3.84، اف المحسوبه 5.31. بدنا تعليق منكم على هاي النتيجه. استبعاد الفرضيه الصفريه دكتور. اذا تماما، اذا اف المحسوبه اكبر من اف الجدوليه، هذا يعني انه يوجد فروق معنويه ما بين المعاملات، وبالتالي لابد من حساب هاي الفروقات المعنويه. بدنا نعرف اي معامله من هاي المعاملات الافضل، ونجري مقارنة ما بين المتوسطات باستخدام اختبارين، اختبار اسمه LSD واختبار دانكن. إذا نحن بهاي الحالة يكون أنهينا جدول الأنوبة بهذا، بالنسبة لهذا التصميم، وهو تصميم القطاعات كاملة العشوائية. لهاي اللحظة في سؤال يا شباب؟ تفضلوا يا شباب، في استفسار، في سؤال لهاي اللحظة؟ إذا نحن هذا اللي يهمنا. ما شاء الله كل الشباب كقراءة للجداول إلى هاي اللحظة، هذا الهدف اللي احنا ماشيين فيه وصلنا له إن شاء الله. القراءة بالنسبة للجداول ممتازة جدا، مباشرة نقارن اف المحسوبة مع اف الجدولية، إذا كانت اف المحسوبة أكبر من اف الجدولية نقول أنه يوجد فروق معنوية، إذا كانت اف المحسوبة أقل من اف الجدولية نقول أنه لا يوجد فروق معنوية، سواء ما بين المعاملات أو ما بين القطاعات. أنا ذكرت يمكن بالمحاضرة أنه بالنسبة للمعاملات أو بالنسبة للقطاعات أو المكررات ما بدي أطلع على قيمة إف المحسوبة فيها، يعني ما بيهمني إذا كان يوجد فرق معنوي ما بين القطاعات أو لا يوجد فرق معنوي ما بين القطاعات، ما بيهمني الأمر هذا. أنا بيهمني المعاملات اللي هي تحت الدراسة، هل يوجد بيناتها فروق معنوية ولا لا. أنا الآن وجدت أنه يوجد فروق معنوية ما بين المعاملات، أنا استخدمت 5 معاملات من التسميد ووجدت أنه يوجد فروق معنوية ما بين المعاملات، بدي أقارن هاي المعاملات، بدي أشوف أي معاملة من هاي المعاملات الخمسة هي الأفضل، واللي أنا ممكن أوصي فيها بالنسبة للمزارع أو بالنسبة للشركة اللي أنا شغال فيها أو المركز البحثي اللي أنا شغال فيه. عندنا طريقتين للمقارنة، باستخدام الـ LSD أو باستخدام اختبار دانكن. باستخدام الـ LSD نحن حسبناه قبل، الـ LSD يوجد لدينا معادلة، المعادلة على الشكل التالي، قيمة تي بالنسبة للـ LSD بنطالع قيمة تي عند درجات حرية الخطأ التجريبي ضرب تحت الجذر 2 في الـ M سكوير الايرور على عدد المكررات. بالنسبة للأنوفا اللي موجود عندنا هون، هذا هو الأنوفا، المين سكوير الايرور وينه يا شباب؟ هذا هو 34.33، تمام؟ درجات الحرية اللي عندنا اياها ايش قد درجات حرية هاي؟ الخطأ التجريبي 8. إذا بدنا نشوف قيمة تي الجدولية عند 8، وبدنا بناخذ ال 34.93 وبنقسمها على عدد المكررات، كم مكررة عندنا بهي التجربة يا شباب؟ عندنا 3 دكتور. 3 مكررات، إذا أنا مطالع قيمة تي الجدولية 2.3 تحت الجذر 2 ضرب تحت الجذر 2 ضرب 34.93 على 3، وطلع معنا 11.128، هي قيمة الـ LSD.
بعدها الخطوة اللي بعدها بنرتب المتوسطات، بنرتبها ترتيب من الأعلى إلى الأقل، 71 63 57 و55 و51.33 بغض النظر على اسم المعاملة المقابلة للمتوسطات. نحن بدنا نرتب المتوسطات ترتيب من الأعلى إلى الأقل فقط لا غير. بعدها الخطوة اللي بعدها بنرتب المتوسط، نعمل هذا الجدول على هذا الشكل مشان نجري عملية الطرح ما بين المتوسطات بهاي الطريقة. هاي المتوسطات بشكل عمودي هون عموديا، وأفقيا بنرتبها بهذا الشكل من الأعلى إلى الأقل ونجري عملية الطرح. لو شفنا هون المعاملة رقم 4 مع المعاملة رقم 4 لو طرحناها مع بعض النتيجة صفر، يعني نفس القيمة، صح ولا لا؟ صحيح. بعدين نطرح المعاملة رقم 4 من المعاملة رقم 3، يعني 71.33 ناقص 63.66 بيطلع معانا 7.76 67. بعدها بيطلع معانا لو طرحناه من المعاملة رقم 2 13.67، بعدها طرحناه من متوسط المعاملة رقم 5 بيطلع معانا 16.33، بعدها من المعاملة رقم 1 بيطلع معانا 20. طب كويس، شو استفدنا نحن بهاي؟ كيف النجوم هاي؟ انا حاط نجوم بالاعلى يا شباب، شو بدنا نستفيد من هاي الارقام؟ الارقام انا بعد ما حسبت والفروقات وطلعت معي هاي الارقام، شو استفيد منها؟ شو الخطوه اللي بعدها لازم اعملها؟ مش الشباب، مين بيفكرنا؟ نقارنها مع ال اس دي دكتور. نقارنها مع قيمه ال اس دي، هاي قيمه ال اس دي، ايش قد هون قيمه ال اس دي؟ 11.12 تمام؟ 11.12. نجي على اول فرق، الفرق الاول بيناتهم كان ايش قد؟ 7، اقل من 11. إذا شو بدنا نقول هون بين المعاملة رقم 4 والمعاملة رقم 3؟ شو بدنا نقول؟ ما في فرق معنوي. إذا بين المعاملة رقم 3 والمعاملة رقم 4 لا يوجد فرق معنوي، يعني الفلاح بده بيستخدم التركيز رقم 3، التركيز رقم 4 النتيجة واحدة عنده، ما راح يختلف فيه. تمام؟ نجي على المعاملة رقم 4 والمعاملة رقم 2. في فرق. القيمة ايش قد كانت؟ 13، وايش قد ال اس دي؟ 11.1. 11.1. إذا الفرق أكبر من قيمة ال اس دي، إذا يوجد فرق معنوي ما بين المعاملتين، تمام؟ نعم تمام. إيه كمان نفس الفكرة بالمعاملة رقم 5، كانت الفرق بيناتهم أكبر من ال اس دي، أكبر من قيمة ال اس دي، إذا يوجد فرق معنوي كمان. المعاملة رقم 4 والمعاملة رقم 1 نفس الفكرة، الفرق كان 20، إذا أكبر من 11.12، إذا يوجد فرق معنوي. إذا لو 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 أحد من الشباب يقولنا عن المعاملة رقم 4 بالنسبة لبقية المعاملات، كيف ممكن لو انطلب منه تعليق كيف ممكن يعلق عليها؟ قارن المعاملة رقم 4 مع بقية المعاملات اعتمادا على قيم الـ SD أو فروقات الـ SD. أقوى معاملة دكتور، أقوى معاملة فيها فرق معنوي. نحن ما بنقول أقوى معاملة بالأول، بالأول راح نقول أنه لا يوجد فرق معنوي ما بين المعاملة رقم 4 والمعاملة رقم 3، ويوجد فرق معنوي ما بين المعاملة رقم 4 والمعاملة رقم 2 الثانية والخامسة والأولى. أيوة تماما. هذا مبدئيا أنا يهمني الجملة هاي منك، يهمني هاي الجملة حاليا، بعدين راح نقول مين الأفضل. نعم تمام. إذا التعليق الأولي على الشكل التالي، أنه ما بين المعاملة رقم 4 والمعاملة رقم 3 لا يوجد فرق معنوي، المعاملة رقم 4 والمعاملة رقم 2 والمعاملة رقم 5 والمعاملة رقم 1 يوجد بيناتها فروق معنوية. تمام؟ نعم تمام. بعدين أنا بدي واحد من الشباب بيتطوع بيحكي لنا عن المعاملة رقم 3، نحن حاسبين الأرقام وهو ممكن بيحكي لنا عليها. المعاملة رقم 3 مقارنينها مع 2 ومع 5 ومع 1، تفضل. تمام دكتور. المعاملة رقم 3 إذا قارناها مع المعاملة رقم 2 تمام فيطلع عندنا الفرق 6، فاقل من قيمه ال اس دي، فما عندنا فرق معنوي بهاي المعامله صحيح. مع تي 5 المعامله الخامسه يطلع معنا 8.66 كذلك الامر، ما في فرق. تمام. مقارنه الثالثه مع الاولى يطلع معنا 12.33، هون في فرق معنوي. إذا في فرق معنوي ما بين المعاملة رقم 3 والمعاملة رقم 1. أستاذ أحمد أو أي أحد من الشباب، هلا لما أنت ذكرت إنه بين المعاملة رقم 3 والمعاملة رقم 2 والمعاملة رقم 5 لا يوجد فرق معنوي. طب أنا بالنسبة لي راح أسألك سؤال ثاني على الشكل التالي، طب أنا لما أنت قلت لي لا يوجد فرق معنوي، أنا شو استفدت؟ شو ممكن يعني شو راح تفهمني إنه والله أنا بين معاملة 2 و5 و3
انا صاحب ارض بدي ازرع ذره في مثلا 3 معاملات من الاسمده، 2 و3 و5، انت قلت لي والله هذول ال3 معاملات او ال3 تراكيز هاي بيناتهم ما بيفرق معنوي. طب انا كفلاح ما فهمت شو قصدك يعني؟ تخدم اوفر شيء لك، اوفر شيء اقتصاديا. اذا انا انت كفلاح تختار اكثر شيء يوفر اقتصاديا لك، لانه النتيجه واحده راح تكون. نعم تماما، النتيجه راح تكون واحده، فانت اختار مثلا اكثر شيء يكون موفر اقتصاديا او وفر اقتصاديا راح تختاره خلاص، لانه النتيجه واحده. بالنسبه للي بعد استاذ محمد ممكن تكرم علينا باللي بعده، المعامله رقم 2. سلام دكتور. المعامله رقم 2 مع المعامله رقم 5 الرقم اصغر من الاس دي فما في فرق معنوي، ومع الرقم 1 كمان مع المعامله الاولى كمان ما في فرق معنوي، تمام فما في عندنا فروق معنوي. صحيح. اللي بعده استاذ محمد كمان كمل عليه. الساعه 5 معامله 5، المعامله رقم 5 مع المعامله رقم 1 الاصغر من الاس اس دي كمان ما في عندنا فروق معنوي. ممتاز، اذا لا يوجد فروق معنوي. اذا بشكل عام لو قرانا هذا الجدول بشكل عام راح نقول على الشكل التالي: ان المعامله رقم 1 المعامله رقم 4 كان يوجد لديها فروقات معنويه مع المعامله رقم 2 مع المعامله رقم 5 ومع المعامله رقم 1، والمعامله رقم 3 كان يوجد بينها فروقات معنويه مع المعامله رقم 1 فقط، اما بقيه المعاملات لا يوجد فروقات معنويه ما بين بعضها البعض. هذا بالنسبه للال اس دي. حاليا اليوم راح ندخل على مقارنه ثانيه وهي اختبار دانكن. اختبار دانكن له كمان طريقه حساب، لكن شويه فيها يعني جزء من التطويل او التعقيد. انا مباشره يهمني بدانكن هي شيء واحد فقط، انا يهمني بدانكن. راح تجيك دانكن على الشكل التالي: دانكن مو مثل الاس دي، ما بنحط اذا في فرق معنوي بنحط نجوم وغير نجوم، هون بدانكن بيحطوا حروف، ارقام حروف مثل الحروف هاي اللي شايفينها. شايفين الحروف هاي؟ مثلا هون هو اجرى الاختبار وانا هالاختبار، وبعد ما اجرى الاختبار حط حروف، حط حرف الا ا ب ب س و ب س و س، هون حط الحروف هاي. طب انا ما عرفت شو الفكره فيها. الفكره فيها على الشكل التالي: اي متوسطين يشتركان برقم بحرف واحد بحرف بيناتهم حرف مشترك معناته لا يوجد فروقات معنويه بيناتهم، تمام؟ اي رقمين يشتركان بنفس الحرف لا يوجد بينهما فروقات معنويه. هذا اختبار دانكن، هيك القراءه تبعيته. اي متوسطان او رقمان يشتركان بحرف نفس الحرف، يملكان نفس الحرف، معناته لا يوجد فروقات معنويه بيناتهم، تمام؟ وكل رقمين ما بيشتركوا بحرف واحد لهما نفس الحرف، معناته يوجد بيناتهم فروقات معنويه. بنعيد يا شباب، لكن قبل ما بنعيد الزوم راح يسكر، نحن راح نفتح 10 دقائق فقط، 10 دقائق ونكمل الفكره يعني، اول ما بيغلق الزوم راح نرجع لمده 10 دقائق. هلا دكتور يعني هي من فوق الاي هي لازم تكون اي اي؟ لا تمام، لا ما هي اي، هي لازم هو حرف واحد بس. راح نقول ليش نحن كتبنا مثلا اي بي او بي جي او بي سي او بي سي او سي لحالها، راح نذكر ليش. لكن مبدئيا انت اي رقمين، لو انا مثلا استاذ محمد قلت لك قارن لي بين المعامله رقم 4 والمعامله رقم 3 بناء على اختبار دانكن، على الاقل اكتب لي التعليق تبعك بناء على اختبار دانكن، تجي انت بتطلع مشتركات برقم من الحرف، مشتركات بحرف، الحرف هو الايه. طب معناته بما ان المشتركات بحرف اذا تقول لي فورا لا يوجد فرق معنوي ما بين المعامله رقم 4 والمعامله رقم 3. نعم تمام، ما في فرق معنوي. لكن لو قلت للاستاذ احمد قلت له قارن لي بين المعامله رقم 4 والمعامله رقم 2، يوجد فرق معنوي؟ ما فيش، يوجد، لان واحده عندها الحرف الاي والثانيه عندها بي سي، سميه اي حرف ثاني ما في مشكله فيه. اذا بين المعامله رقم 4 والمعامله رقم 2 يوجد فروقات معنويه، بين المعامله رقم 4 والمعامله رقم 3 لا يوجد فرق معنوي بناء على هذا الاختبار، اختبار دانكن. اختبار دانكن بيقول اذا كان عندنا رقمين بيشتركوا بنفس الحرف معناته لا يوجد بيناتهم فرق معنوي، واذا كانوا الرقمين ما بيشتركوا بحرف واحد ما يكون بيناتهم حرف مشترك. اختبار دانكن شو الفكره من اختبار دانكن؟ اختبار دانكن على الشكل التالي يقول: اختبار دانكن اذا لدينا متوسطات او ارقام وهي الارقام مشتركه بحروف، اذا كان هذا الرقمين هذول
مشتركات بحرف معناته لا يوجد فرق معنوي بيناتهم. إذا كانوا هاي القيم أو هاي الأرقام غير مشتركة مع بعضها البعض، غير مشتركة بحرف أو أكثر، فمعناته يوجد فروقات معنوية ما بين هاي الرقمين أو ما بين هذان المتوسطان. في مشكلة يا شباب هون؟ تمام دكتور. تمام. إذا لدينا نوعين من المقارنات، المقارنة باستخدام الـ LSD والمقارنة باستخدام دانكن. الـ LSD نحسب قيمة الـ LSD ونقارن الفرق ما بين المتوسطين مع قيمة الـ LSD. دانكن كذلك في قيمة لدانكن هون، لكن دانكن بيحسب القيمة عن كل المتوسطات، لذلك عملية راح تكون طويلة عليك. أنا مباشرة راح أعطيك القيم دانكن وأعطيك الحروف، أنت فقط عليك تعلق عن هاي الحروف. إذا إجاك أي مثلا، راح أضرب مثال، مثلا هاي عبارة عن بحث، هذا بحث منشور، هذا بحث منشور، ما بعرف إذا إنه واضح ولا لا، راح أعمل له مشاركة، راح أعمل له مشاركة، واضح البحث حاليا، هذا بحث منشور، تمام؟ بهذا البحث في هاي متوسطات، هاي المتوسط الأول بالنسبة لي مثلا، خلينا ناخذ الصفة الأخيرة، آخر صفة الجرين ييلد، هي صفة المحصول، آخر صفة هي صفة المحصول. هاي الصفة بالنسبة لعدد من التراكيب الوراثية، في عندنا هون 12 تركيب وراثي، وشايفين هاي المتوسطات، متوسطات بالنسبة للإنتاجية، وفي جنبها في نعم حروف، هاي الحروف هاي هي حروف الدانكن. لو لاحظنا من الأسفل مكتوب دانكن، هو مستخدم اختبار دانكن للمقارنة، اختبار دانكن هون، تمام؟ نعم تمام. تمام لو بناء على هاي الحروف، انا سالت استاذ احمد، قلت له يا استاذ احمد، هاي اجاك بحث او عندك بحث وبناء على هاي الحروف، دائما الاعلى بياخذ، يبدا من الاي واحنا نازلين، اعلى متوسط ونحن نازلين، تمام. فبناء على تمام هاي الحروف، انا مباشره بستطيع احدد مين اعلى متوسط عندي، او شو هو الصنف اللي اعطاني اعلى انتاجيه. مين هو الصنف اللي اعطاني اعلى انتاجيه هون؟ ايه 14.94 اذا انا 14.60 عندنا اثنين، عندنا 14 94 و14 60. اذا لدينا صنفين، هاي الصنفين هذول اللي هو جيزه 123 وجيزه 129 اعطونا اعلى انتاجيه، وهذين الصنفين بين بعضهم البعض هل يوجد فرق معنوي ولا لا؟ لا ما يوجد. إذا بين الصنفين هذا ما في فرق معنوي، لأنه الاثنين أخذ نفس الحرف. أما نعم لو إجيت على الصنف اللي أعلى منه مباشرة، جيزة 127 وجيزة 130، 13.7 تمام، 13.7. بدي أسألك سؤال، بين الصنفين هذا هل يوجد فرق معنوي ولا لا؟ نعم يوجد. إذا ما بين هذين الصنفين يوجد فرق معنوي، شلون عرفت إنه في فرق معنوي؟ بناء على لا شو إحصائيا؟ بناء على شو؟ الرموز المختلفة، المتوسطات مختلف رموزها. إذا بناء على قيم المتوسطات واختبار دانكن، اختبار دانكن واحد منهم أخذ الحرف الـ A والثاني أخذ حرف الـ B. إذا بما أن الحروف مختلفة، فمعناته توجد فروق معنوية ما بين المتوسطات أو ما بين هذان الصنفين اللي هم جيزة 123 وجيزة 129، تمام يا شباب. هاي هي الفائدة من عملية اختبار دانكن. طبعا اختبار دانكن يستخدم بشكل رهيب جدا بالنسبة لي الأبحاث، لأنه يعيضك عن عملية القراءة والحساب، فورا حط الحرف وبناء على الحروف أنا بستطيع أقرر هل يوجد فرق معنوي ما بين المتوسطات أو لا يوجد فرق معنوي، بدون ما تقول لي شخط قيمة الـ LSD، وأنا بدي أطرح 14.94 ناقص 13.17، بدي أشوف الفرق بيناتهم أكبر من الـ LSD ولا أقل من الـ LSD. معروف، وصلت الفكرة ليش يا شباب؟ هون اسهل بدانكن اسهل وارتب. تماما، هي الفكره ما في داعي بتقول. بسالك سؤال يا استاذ احمد، طب انت عم تسالني انه هل يوجد فرق معنوي ما بين الصنف جيزه 127 وجيزه 123؟ طب بدي اسالك السؤال الثاني، طب اعطيني قيمه الـ LSD، بتقول لي والله قيمه الـ LSD هي 1.5. بروح انا ماسك الاله الحاسبه بصير اطرح 14.94 ناقص 13.7، بشوف الفرق بيناتهم اكبر من الـ LSD ولا اقل من بقارنه الـ مع LSD، الانستي. تمام، بقارنه مع الـ LSD. اما بدانكن ما في داعي اجري هاي العمليه، فورا انظر الى الحروف. اذا كانت المقارنه ما بين المتوسطين او الصنفين او المعاملتين
يملكان حروف متشابهة، إذا لا يوجد فرق معنوي. إذا كانت الحروف غير متشابهة مختلفة، إذا يوجد فرق معنوي ما بين هاتين المعاملتين أو هاتين الصنفين أو هذين المتوسطين. وصلت الفكرة يا شباب؟ تمام. هذا هو الفرق ما بين دانكن والاس دي. لكن انا مثل ما ذكرت لكم حاليا يعني في استخدام كثيرا لاختبار دانكن بالتجارب بشكل عام وبالنسبه للمقارنات. بنرجع على التجربه المحاضره تبعيتنا، فضل عنا جزء بسيط. الجزء البسيط نحن ما راح هون، راح بدي برجع هون في الاختبار. في هون انا عامل اختبار يا شباب، نفس المثال اللي حليناه يدويا انا اجريت عمليه التحليل عليه احصائيا باستخدام برنامج الساس. هذا البرنامج على الشكل التالي. لو بنرجع للبيانات، هاي البيانات عنا، هاي البيانات الموجودة عندنا. بدل ما نجري عملية التحليل يدويا، فقط بنضيف البيانات بهذا البرنامج، برنامج الساس. هون يا شباب شو كان عندنا؟ كم مكرر كان عندنا؟ ثلاثة ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. هو كاتب حتى هون، كاتب ريبليكيشن دكتور مش أساسي، ما يمشارك تبع أساس. تماما. عفوا، انا ما شاركتها، نسيتها مباشرة. حاليا انا مشارك فيها، صح؟ تمام. تماما. هاي برنامج الساس. عن طريق برنامج الساس انا حتى ببدايه المحاضره ذكرت الشباب شلون اجرينا التحليل. برنامج الساس، هاي برنامج الساس، هون ذكرنا البيانات، الارقام الموجوده عندنا، البيانات الريبليكيشن او المكررات هي ثلاثه، الليفلز تبعها واحد اثنين ثلاثه. التريتمنتس كان عندنا خمس معاملات، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. مجموع الاوبزرفيشن اللي عندنا، المشاهدات، كان عندنا 15 مشاهده، 3 ضرب 5 كانت 15. هذا البرنامج لسه هو عم يحكي عن حاله. بخطوة واحدة أجرينا التحليل الإحصائي، جدول الأنوفا اللي نحن ضلينا نحسب فيه بخطوة واحدة. هو حسب جدول الأنوفا على الشكل التالي. هاي الريبليكيشن، درجات الحرية تبعيته 2، يعني هي 3 ناقص 1 2، والتريتمنت للمعاملات كانت 5 ناقص 1 4. حسب جنبها مباشرة الاس اس اللي هي مجموع مربعات الانحرافات، السم سكوير للريبليكيشن والسم سكوير للمعاملات. طب تتذكروا الارقام يا شباب؟ 113.20 كانت للريبليكيشن، تمام. وللمعاملات كانت 741. لما نجينا حسبنا المين سكوير كانت 56، وكانت للريبليكيشن و185.43 بالنسبه للمعاملات. اللي بعدها حسبنا قيمة اف المحسوبة كانت 5.31 بالنسبة للمعاملات و1.62 بالنسبة للريبليكيشن. بعدها مباشرة أعطانا شيء اسمه، ما أعطانا قيمة اف الجدولية، أعطانا شيء اسمه البروبابيليتي. أنا ذكرته للشباب ببداية المحاضرة وقالوا لي شو هذا البروبابيليتي، أخذناه بالمحاضرة رقم 2 أو المحاضرة رقم 3. الاحتمالية، لو نتذكروا مع بعض الاحتمالية، البروبابيليتي، الاحتمالية لما حكينا عليها، إذا كانت قيمة البروبابيليتي أقل من 1% وبين 1% و5% وأكبر من 5%. نتذكرها تمام شيء؟ تمام دكتور، هون بناء على هاي، لو جينا بدنا متذكرين. نشوف، نعم تماما، لو جينا هون بدنا نشوف قيمة اف المحسوبة بالنسبة للمعاملة كانت 5.31. ما بي اف الجدولية مشان أقارنها، بروح بطلع على البروبابيليتي، قيمة البروبابيليتي، بشوف القيمة تبعيتها. لو كانت أقل من 1% إذا يوجد فروقات عالية المعنوية. لو كانت بين 1% و5% يوجد فروقات معنوية. لو كانت أكبر من 5% إذا لا يوجد فرق معنوي. مفهوم. تماما. لو نعم جينا هون يا شباب، البروبابيليتي رقم واحد، هاي المقابيل الريبليكيشن، ايش قد قيمتها؟ مين من الشباب بيقرا لنا اياها؟ ايش قد قيمتها؟ واضحة عن أقل من 1%. أقل من، أكبر من 1%. أكبر من لا لا، 1% وأكبر من، 25%. 25%. نعم إذا هي في 0.2، يعني 2 بالعشرة، 2 بالعشرة، 2 بالعشرة أكبر من 5% أصلا. تماما. إيه، هي أكبر من 5%. بناء على الكلام اللي حكيناه من شوي،
هل يوجد فروقات معنوية ما بين المكررات ولا لا يوجد؟ لا يوجد. إذا البناء نشوف على هذا الرقم أنا بستطيع أقرر. إذا وإحنا من شوي بالتجربة وجدنا أنه قيمة إف الجدولية أو إف المحسوبة أقل من قيمة إف الجدولية، صح ولا لا بالنسبة للمكررات أو القطاعات؟ تمام. تماما. إذا هنا بناء على البروبابيليتي لا يوجد فرق معنوي ما بين المكررات. نجي على البروبابيليتي للمعاملات، ايش قد القيمة تبعيتها؟ أقل من 1%. لا مو أقل من 1%، أستاذ أحمد. أقل من 5%. أقل من 5%، تماما اثنين أستاذ محمد. 2%. اثنين أقل، أقل تماما. اثنين 2% هي بين ال 1% وبين ال 5%، ونحن فروقات قلنا معنوية عادية. إذا قلنا المهم بمعنى آخر إذا سيجنيفيتي، إذا يوجد فرق معنوي. هذا هو الكلام اللي بيهمنا. يعني انا لو جبت لك هذا الجدول على الشكل التالي وما في قيمه اف الجدوليه عشان تقارنها مع اف المحسوبه، بتعتمد على قيمه البروبابيليتي. اذا كانت قيمه البروبابيليتي اقل من 1% بتقول انه يوجد فروق معنويه، اذا كانت بين 1% وال5% بتقول يوجد فروق معنويه، اذا كانت اكبر من 5% مثل ما نحن شايفين هون عند الريبليكيشن كان 0.25، اذا لا يوجد فرق معنوي. اما بالنسبه للمعاملات فكانت القيمه تبعيتها موجوده بين 1% وبين 5%، اذا يوجد فرق معنوي ما بين المعاملات. يا شباب بالنسبه لي معظم هلا بدي ارجع كمان هون، بدي ارجع للبحث اللي رجعنا عليه من شوي. البحث ليش على البحث؟ لانه انا بدي بس بشوفكم شلون بالابحاث تنحط الارقام هون. مثلا هذا البحث هون، نفس البحث، هذا البحث موجود بناء على هذا البحث هون. شو موجود عندنا؟ مثلا نرجع على آخر صفة، صفة المحصول. هاي صفة المحصول بناء هون عندنا تركنا من هاي ونروح على جينوتيبس، على التراكيب الوراثية. هذا هون موجود عندنا 118 وفي فوقها نجمتين، شو معنى هذا؟ معناتها في فروق معنوية. في فروق معنوية. إذا يوجد فروق معنوية ما بين، شو هي المصدر التباين؟ شو هو؟ التراكيب الوراثية، جينوتيز التراكيب الوراثية. تمام؟ نعم. إذا نعم، بناء الطرز على الوراثي. يبين هون يا شباب ما دام في نجمة أو نجمتين فوق المين سكوير المتوسط، إذا فورا بناء عليه نقول أنه يوجد فرق معنوي ما بين التراكيب الوراثية المستخدمة في هاي الدراسة. مثلا هون كان في هاي الدراسة 12 تركيب وراثي، هو ذاكر انه 12 تركيب وراثي هون عنده، ال 12 تركيب وراثي يوجد بيناتهم فروق معنويه بناء على صفه الجرين ييلد اللي هي صفه المحصول، وبالتالي يوجد فروق معنويه ما بين المتوسطات بناء على صفه المحصول. حاليا نحن بهاي المحاضره تقريبا انهينا. المخصص لمحاضره اليوم نحن يعني الزوم شوي كان يأخرنا وكذا، لذلك يمكن صار في تقطيع، لكن إن شاء الله يكون ما في تقصير صار معنا، والأمور كلها مثل ما نقول تحت السيطرة إن شاء الله. في أي سؤال أو أي استفسار يا شباب؟ الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. أنا والله كان في هذا المثال يعني كنت حابب إن نحله مع بعض. هلا المثال هذا أنا لو أرسلته لكم حاليا، يعني هل يوجد وقت معكم ممكن تحاولوا فيه بناء على الأمثلة المحلولة معكم؟ حليناه مع بعض أتوقع يكون أفهم وأحسن دكتور. والله أنا ما عندي أي مشكلة، أنا مشان الوقت يعني بالعكس، أنا حتى إذا أنكم ملاحظين حتى أنا صراحة حال هون وجاهزات يعني هن، لكن أنا بعرف إنه عندكم محاضرة، لو إذا ما عندكم بنكمل يعني 5 دقائق أو 10 دقائق. المحاضرة موجودة بس إذا على بداية المحاضرة الجاية مثلا. تماما، ما في أي مشكل، ما في أي مشكل، لكن أنا فقط راح أشرح بشكل مبسط. أنا راح أرسلها إذا كان حدا بده يحاول فيها، لكن أنا تمام. فقط راح أشرح كيف ممكن أنت تبدأ فيها. أنا جيتك بالامتحان جبتك هاي الأسئلة، المعادلة، المسألة بسيطة جدا. هاي التجربة نفذت لأربع أنواع من الأسمدة على إنتاج مثلا نبات الفول، تصميم قطاعات كاملة العشوائية، وعدد المكررات 3، وهي البيانات اللي اعطتك اياها، ومطلوب منك انك توصلنا لجدول الانوفا. الخطوه الاولى اللي راح تعملها، شو هي الخطوه الاولى يا شباب؟ انك بتحسب شو معامل الجدول. التصحيح. لا قبل معامله التصحيح بدك تكمل هذا الجدول.
مشان بيريحك ما مشان مشان مجموعة المعاملات. نعم تماما. إذا الخطوة رقم واحد هون يا شباب، الخطوة رقم واحد إنك بتحسب مجموع المعاملات، تمام، وبتحسب متوسط المعاملات. مجموع المعاملات تحسب هاي، تجمعها هون وتجمعها هون، فيها مشكلة شيء؟ ما فيها مشكلة. لا لا، بما أن التصميم هو قطاعات كاملة العشوائية، إذا لدينا سطر موجود مجموعة بالأسفل، قطاعات، عندنا شيء اسمه مجموع مجموعة القطاعات قطاعات. كمان، هذا هو كمان مجموع القطاعات، بنحسب مجموع هذا ومجموع هذا. هاي الخطوة الأولى، أول خطوة بتعملها هي الخطوة هاي. بعد ما بتعمل الخطوة هاي بتروح بعد، شوف تخيل الخطوة هاي لو أنت عملتها وطلعت المجموع العام وطلعت المتوسطات، الخطوات اللي بعدها راح تكون بشكل أوتوماتيكي عندك، ما راح يكون في صعوبة. الخطوة اللي بعدها بنجي المعامل الاختلاف، المعامل الاختلاف ايش قد المجموع العام عندنا هون يا شباب؟ عندنا مجموع ال المجموع الكلي هذا احنا بدنا نربعها دكتور، اذا قلنا معامله تصحيح، تربيع ال نعم 113. 113. اذا شو بدنا نحسب معامله تصحيح؟ شو بدنا نقول هون معامله تصحيح؟ عندنا 113 مربع على تقسيم الكلي، عندنا 4 12. اذا نقول 113 للتربيع تقسيم 12 وبيطلع معانا القيمه تبعيته. اذا 113 للتربيع تقسيم 4 ضرب 3 اللي هي 12، بيطلع معانا قيمه معامل التصحيح. تمام. بالنسبه نعم، لمجموع مربعات الانحرافات، شلون نحسبها مجموع مربعات الانحرافات؟ كل بدنا قيمة مثلا، كل واحدة لحالها نربعها ونجمعها اذا ننقصها من ال كل قيمه من القيم بنربعها وبنجمعهم مع بعض، وبعدين بننقصهم من معامل التصحيح. وهي كل قيمة من القيم نحن ربعناها، 8 للتربيع، 10 للتربيع، 7 للتربيع، 6 للتربيع، نقصناها من معامل التصحيح وطرحناها وطلع معانا بالأخير 50.51. الخطوة الثالثة شو راح نحسب يا شباب؟ الخطوة الثالثة شو رأيكم؟ المعاملات، مجموع مربعات انحرافات المعاملات. المعاملات أو القطاعات، الاثنين بيصيروا معنا بالترتيب، بدك هاي بدك هاي، الاثنين بيصيروا معنا. نعم، تمام. طب لو جينا على القطاعات الشباب، استاذ احمد، القطاعات شو بناخذ هون؟ مربع مجموع القطاعات على عدد ال تمام، اعطينا الرقم هون، اعطينا الرقم تاع اشوف انه وصلت. 39 مربع، تمام، 41 مربع، 33 مربع. ممتاز جدا. اذا بنشوف هون فعلا، بنشوف القطاعات، هاي القطاعات بنشوف الارقام 39 للتربيع، 41 للتربيع، 33 للتربيع، تقسيم ايش قد استاذ احمد؟ على 4 عدد المعاملات. إذا على 4، اللي كل قطاع، كل رقم كم من كم معاملة إجا؟ من 4 معاملات. تمام؟ 4. تمام، ناقص نعم. معاملة التصحيح بيطلع معانا القيمة تبعيته. بالنسبة لي المعاملات أستاذ محمد، نفس الشيء استاذ، اسمه ما شايف الرقم. هلا بطلع لك الأرقام. أيوه، أنا بس حابب أتأكد فقط لا غير يعني. تفضل. ايه تمام دكتور، احنا كنا هو اشتغل بين المعاملات اشتغل ولا بين دائما؟ القطاعات، بين القطاعات استاذ احمد اشتغل. هلا انت المعاملات عندك، مجموع مربعات المعاملات، انحرافات المعاملات. تمام، عندي 9 للتربيع، 7، لا استاذ، لا 25 29 لا 30 هو استاذ احمد اشتغل القطاعات، انت هلا عندك المعاملات. عندي المعاملات. تمام، عندي 25 للتربيع، 30 للتربيع، ايوه 36 و21. 36 تمام للتربيع. تماما هلا بنشوفهم مع بعض، هلا بنشوفهم مع بعض كمان. بيطلع معنا 25 للتربيع، 30 للتربيع، 36 للتربيع، 22 للتربيع، وتقسيم على 3، لانه كل قيمه من هاي القيم هي جايه بالاصل من 3 قراءات. بعدها بنحسب مجموع مربعات الانحرافات، الخطأ التجريبي اللي هو عباره عن مجموع مربعات الانحرافات الكليه ناقص مجموع مربعات القطاعات قطاعات زائد مجموع المعاملات. مربعات القطاعات المعاملات. وبالحاله هاي بنكون نحن وصلنا للمرحله النهائيه من جدول تحليل التباين. بنروح على هذا الجدول، بنعوضه بجدول الانوفا اللي موجود عندنا، وبنحسب اف المحسوبه وبنقارنها مع اف الجدوليه اللي نستخرجها من هذا الجدول، وبنعرف انه هل يوجد فروقات معنويه ولا ما بي عندنا فروقات معنويه ما بين المعاملات اللي مستخدمه بهاي الدراسه او بهذه التجربة. نحن بهذه الحالة بنكون وصلنا لنهاية المحاضرة، نعتذر عن